استأثر على الشباب ديالنا سواء إينات ولا دوفور، وبصفتي رئيسة الجمعية المغربية للمساعدة الطبية ورئيسة مركز الإدمان في تبريك، دونك اللي كنتبعوا فيه الشباب اللي كيتعاطوا الإدمان، ماشي يعني كنفرض معايا على السيجارة، مي كاين حتى المخدرات جميع أنواع ديالها، تعاطي الكحول، تعاطي الكينات هذا اللي كون قبل الأقراص المصاحبة. دونك كنتمنى إن شاء الله بأن في هذه الحصة اللي يدير لنا الدرس الأستاذ البارودي الشباب ديالنا يحاول يستافد وتكون واحد يعني نبعدوا على هذه المخدرات اللي كتهدد لا الدراسة لا الصحة لا يعني ما كتخليش الواحد يتقدم في خطر جميع المجالات. كنلاحظوا الدراري كيكونوا دي بريون في القرايه صغار كيقراو مزيان في فوا كيتعاطاو المخدرات جميع اشكال ديالها كيوقع توقف لا في الدراسه لا في العمل لا في اي مجال كيكون توقف كيكون اضطرابات صحيه نفسيه كيولي يعني واحد الاثار سلبي خطير. بطبيعة الحال ملي كنتكلمو على الإدمان كنتكلمو على الإدمان بشتى أنواعيه، ماشي فقط الإدمان على السجائر ولا على الكحول أو لا ما يسمى بالبسيكوتروب، البسيكوتروب ما يسمى بالمؤثرات العقلية أو المهيجات العقلية، داكوغ، الهيروين، الكوكايين، إكسيترا، أيضا الأنواع، كاين الإدمان الإلكتروني أيضا ما خصناش نساو، هاد الأنواع ديال الإدمان. على المخدرات فبطبيعة الحال كيف استشارت الدكتورة نديب الكحل عنده تأثيرات سلبية سواء على الصحة الجسدية أو لا الصحة النفسية أو لا الصحة العقلية، وهنا غادي نشرح بطبيعة الحال تأثيرات على الصحة الجسدية والنفسية والعقلية وغادي نركز بشكل كبير على الصحة النفسية والعقلية. بطبيعة الحال ملي كنتكلمو على الصحة الجسدية حنا كنعرفو أنه بعض الناس اللي كيتعاطاو الإدمان أنهم كيتشكاو من مجموعة من الأعراض الجسدية العضوية، مثلا كاين مشكل في الاضطراب مثلا في المعدة الأمعاء، مثلا القلب ديالو كيكون كرمزير عليا، الوجه ديالو مثلا في العلامات ديال الوجه ديالهم كنشوفو مجموعة من التغيرات على مستوى ملامح الوجه. C'est Dr. Bilkhel Nadia, médecin chef de l'unité santé au travail délégation médicale Rabat et la présidente de l'association marocaine d'assistantes médicales. دونك كنشكروا مجلس مقاطعة بطانة وجمعية أمل سلا على الاستضافة ديالهم اللي باش نديروا هذا اللقاء تواصلي تحسيسي لفائدة الشباب ساكنة بطانة. هذا اللقاء كان حول الوقاية وتعريف بمخاطر المخدرات بالنسبة للشباب. بصفتي رئيسة الجمعية المغربية للمساعدة الطبية ومديرة مركز التفتح ومواكبة الشباب اللي كيتواجد في تابريكت، دونك كنقوموا باستقبال الشباب اللي كيتعاطاو المخدرات وكنحاولوا نقوموا بالعلاج ديالهم، وذلك كنتبعوا واحد ان سيركوي بيان بريسي وواحد ليكيب ملتي ديسيبلينير اللي فيها لو بسيكياتر لو بسيكولوج الكوتش اللي كيقوم بجميع الورشات اللي خاصه بهاد الشباب كورشه ديال المسرح ديال الموسيقى الرياضه. دونك وكيكون عندنا ايغالمون طبيب بسيكياتر اللي كيتبع هاد الشباب، وكتقوم الجمعية بشراء الدواء لهاد الأشخاص واللي كيعطي واحد النتيجة إيجابية، يعني كنلاحظوا بأن ما بعد التتبع ديالهم كيكون واحد التحسن وواحد يعني كاين واحد لو شونجمون ديال هاد البيرسون كيبعد على الإدمان. كي المعالجة شحال كتوصل مثلا؟ الناس اللي الشباب اللي دخلوا عندكم وحاولتوا بالنسبه للجمعيه من نهار تقريبا منذ البدايه ديال هذا المركز دابا وصلنا ل 150 منخرط اللي كيتبعوا عندنا، وكانت تقريبا
واحد تال ديك 60% 70% ديال الشباب اللي تعالجوا نهائيا، لكن واخا تعالجوا باقيين كيجيو عندنا مره مره باش كانت باش ما تكونش واحد الغشيت ويرجعوا لهذا الادمان. يعني هاد الشباب ما كنطلقوهمش كومسا، مي كيبقاو متبعين معنا، كيجيو دورات تكوينيه وكيجيو عندنا باقيين متبعين معنا، يعني كاين واحد النتيجه ايجابيه. كان نصيحة ليا كنصحوا هاد الشباب باش يبعدوا من هاد الإدمان وهاد الأقراص المهلوسة، هي كتبعد لهم على القراية ديالهم وعلى الخدمة ديالهم، و تا كيديرونجيو تا لي بارون ديالهم. يعني الواحد شخص مدمن راه كيأثر عليه وعلى لا فامي ديالو وعلى الأسرة ديالو وعلى الجيران ديالو. يعني كنصحوا هاد الشباب يبعدوا من هاد الادمان. محمد البارودي اخصائي نفساني ومختص ايضا في علاج الادمان. بطبيعه الحال هذا اللقاء هذا اللي نظموه الفضاء الاجتماعي والتربوي بسلا كيجي في اطار السلسله ديال التحسيسيه للوقايه من التدخين والمخدرات، وهي فرصة ومناسبة أيضا للتعريف بدور مراكز طب الإدمان في الوقاية وفي العلاج من الإدمان. وبطبيعة الحال اللي كنتكلموا على مثلا مركز ديال طب الإدمان ديال بسالة أبريك اللي كيضم مجموعة من التخصصات، سواء لا بسيكوثيرابي لا بسيكياتري، كاين حتى الطب العام، كاين الجينيكو، يعني اللي كتوافد عليه مجموعة من الحالات ديال سواء الحالات اللي عندهم أمراض نفسية أو الحالات اللي عندهم المشكل ديال الإدمان، واللي كيحظى بالتتبع والتكفل بهم طبيا ونفسيا وحتى على مستوى الدوائي. إذا الآن حنا أمام واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة كونية عالمية كيخص المحاربة ديالها، وبطبيعة الحال هذه المراكز ديال طب الإدمان، فالأمنية ديالنا أنه ما تشمل مجموعة من المدن المغربية، واللي يكون من بين الأهداف ديالها أنه نحاولوا ما امكن انه نعالجوا هذه الفئه ديال الاطفال ولا المراهقين ولا الراشدين اللي كيتعطوا هذا المواد المخدره. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.